كنا عائلة واحدة. لا 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 أخيركم بلائي القايمين المتعاقدين والمرشدين التنفيذيين المتعاقدين. اليوم في النهار الرمزي هذا جميع أعوان وإدارات ومنظمي وزارة التربية شادين المعاهد وشادين المدارس وشادين الأماكن متاعهم، إلا نحن شادين أسوار الوزارة. لأي سبب؟ لأي سبب حسب رأيي؟ لسبب أنهم في كل عودة مدرسية يغتصبون حقنا، ينقلبوا على حقوقنا، يفكون حقوقنا في كل عودة مدرسية. نحن نعانوا هذا المرات، نحن يستثنونا من جميع الامتيازات في كل عودة مدرسية. في عودة أولى مثال اش نخدموا الوطن، في عودة ثانية مثال اش نصبروا على الوطن، في عودة ثالثة لا أبداوا أدونا لحقوكم، في عودة رابعة امشوا دون لحقوكم. السنة يا سيدي ما عندنا لكم حتى شيء، بعديش ما عندنا لكم حتى شيء. بعد أمر رئاسي ينادي فيه انتداب جميع متعاقدي الوزارات بالجمهورية التونسية الكل، ولكن كما عهدت وزارة التربية وبعض من مديري وزارة التربية انهم يفتكون حقنا لأسباب ولأهداف ما نقولوش فجأة لهم، اما راهو عيب عليهم اللي قاعد يصير اليوم، يحرمونا من فرحة 12,000 تونسي يعيشها من التلميذ للولي للمربى. نحن اليوم نتحرموا منها وتغتصب حقوقنا ويتم استثنائنا. يعني نحن دخلنا معناها مش نعاود الديباجة، ابتناها على اساس عام وتو رسموك. كل مرة عنا في علة يجي 6 فيفري، لا يجي الامر 54 يقول لك لا اراكم انتم تابعين 10/46 يستثنيكم. صحيح ما كنتش كيف القطاع الفلاني والعلاني، اما انتم معاه تحت نفس الامر. اليوم اش يصير؟ اكل اللي كان سبب امس باش نحنا ما يعطوناش في حقوقنا يرجع نفس السبب باش ينحوهم هما ويحملوا لهم الامر بتاعهم الخاص. اذكر اذكر ونحن كالعاده يستثنونا. اذكر اذكر لسام. لا لا تحكي بالله. هي تو هي تو ما جبتش القايمين عون كثير ونرجعوا خلاص. سهل شوي نقل. يعني وزارة التربية تحب تعاود لنا نفس المهزلة تاع الأمر 54 نفس الأسلوب نفس الحجج نفس المعامل نفس الأكاذيب. إذا كان مش يساعدك راهي ما هيش مالية عمومية، اخدم ودولة خلف، أما باش يعطيك حقك تولي مالية عمومية ويدخل ينخر في ملفات نحن في غنى عنها براءة منها، لا تعنينا لا تعنينا في ذلك. يعني مثلا حاجة بسيطة جدا، أو العهد قريب العودة المدرسية اللي فاتت على أساس راجعين التسمية نتاعها، لازم نطبقوه في هو خاطر التثبت في هو ولجنة الفساد وما ندريش شنو. أما السنين راهو الأمر رئاسي نجموا نتجاوزوه وما نطبقوش على خاطر هو مش ينصفكم الأمر هذاك.
واللي يضحك اكثر انه نحن في قطاعين ما نمثلوش ارباع دفعه، مش ارباع عدد، ما نمثلوش ارباع دفعه من 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 الدفعات اللي قاعدين يقروا فيها لبقيه قطاعات وزاره التربيه في كلها. ومع ذلك يعني مديري واداره وزاره التربيه تين سنة دراسية كاملة وهم يعاودونا في غناية راهي مراكزكم المالية موجودة. اش معناها كي يقول لك مراكزكم المالية موجودة؟ اش معناها؟ العدد نتاعك معروف، وزارة المالية قريت لك حسابك، سي بون عارفة منظوريها شكون. السنين بقدرة قادر يطلع ما فماش ملف أصلا، وبرو تو روحوا يا من حياك دولي كانكم فيه، يعني ضحك عبد القوة، يعني مازلتوا تحبوا تركوا دعي الشر أكثر، يعني مازلتوا تحبوا تمرمتونا أكثر، حسبنا الله ونعم الوكيل. برا شو شعارات ابراهيم؟ تتكلم هكا عدد كل الاقل فانتم تمثلون سلفين ولدين سلفين لا يتجاوزين 1200. راسلنا رئاسه الحكومه ووزاره الماليه وشرفنا كل الشرف بمقابله زعيمنا رئيسنا قيس سعيد. شعار يا فتس فتوس
Hey!
كان وزارة التربية. شكرا لكم جميعا. اليوم نحن جينا هنا بوزارة التربية أولا لدعم قرار سيادة الرئيس ودعم الأمر الذي أمر به بالانتداء هذه الفئة من القائمين والمرشدين دفعة واحدة. ثانيا نحن جينا هنا باش نحتجوا على قرار وزارة التربية. وزارة التربية اللي أقصد القائمين والمرشدين من المشهد التربوي على حساب فئات أخرى. نحن اليوم جايين باش نطالبوا بحقنا. اليوم عندنا حق في وزارة التربية على كلام الوزيرة السابقة السيد سلوى العباسي بالانتداب المباشر، الانتداب دفعة واحدة، انتداب القائمين والمرشدين دفعة واحدة. لكن تم لنا في الوزارة تم ناس ضد القرار هذايا، تم ناس ما يساعدهاش باش القايمين والمنسين ياخذوا حقهم. 7 سنين من النضال، 7 سنين من الانتظار، 7 سنين عادوا عليهم ستة وذرة ولا حد فيهم لقى حل، لا حد فيهم اعطانا حقنا، لا حد فيهم على تهمية دورها في المؤسسة التربوية. القيم عنده دورهم في المؤسسة التربوية، المرشد عنده دورهم في المؤسسة التربوية، لكن وزارة الأستاذ والمعلم تصير مرة أخرى. كل عام يقع إقصاء القيمين والمرشدين لأسباب الله أعلم عليه. نحن اليوم